نمشي نشوف التصاور باهي سي فايصل تفضل يرحم والديك والدينا والديك يرحم والديك اعطينا تصويرة معز الأولاد والدينا والديك معز كيفاش معز شنو هذي؟ انت هذاك لا اش فريق الاعداد شنو هي الحكايه هذي؟ لا 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 شنو هي شكون جابها التصويره هذي؟ شبيك؟ لا ما نحبش تصاوري البيرسونيل يخرجوا لي على الفيس شبيك؟ لا شنو هي شكون جابها التصويره هذي؟ جابها شكون جابها؟ يا اخي انت شبيك ما تشوفش معروف تصوير تطهورك هذيك خايف منها تطهور اي كذب عليك قلت لهم مش مشكلة شبيك انت؟ يا فايصل تحب تصور دورك انت في التلفز يا انا ما نحبش التصويره هذه بالذات انا ما نحبهاش تخرج احنا ما نحبش حتى حد يشوفها حمي وجوك باهي صباح عليك بالحرمه يا سويلك والله شكون معك نحكيو معك ورحنا زاد شو هو المشكل فسروا لي استنى لحظه ما قالش ما نحبش تصوري تخرج انا تصور نتاع عيلتي ساعة اخويا مش من هنا قص 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 التورناج لحظه اي قص شنو لا ما نحبش تصور ناحيه التصوير باهي اسكت نحيه انا رجع الحمد ثابت شبيك برا ثبت قالك ثبت تحب علاش برا تصويرتك انت ثبت علاش تحب لحظه علاش التصويره شفت التصويره هذيك انا بالنسبه لي انا معناها يعني صارت لي صدمه في حياتي نهار اللي وقت التصويره هذيك انا الالبوم الالبوم كامل اللي عند امي نتاع طهورنا انا واخويا وكل شيء هذاك كله قطعته وطيشته الدار محلوله وقتها وضيوف وكل الفرقه النحاسيه والسلاميه والناس غاديك تتعشى وداخله خارجه ابوبخي ابوبخي 800 ولا 900 بيرسون وكل وقتها وانا وقتها عندي الكنيش صغيره نتاعي بوتشينا حلت الباب وما لقيناهاش نهار اللي عاد من اخوك على امي بربعت فيها وحدك ولا بربعت فيها وحدك بوتشينا وقتها بوتشينا ما لقيتهاش بوتشينا نوعية الدسكور هذايا نوعية الدسكور اللي تقول فيه قاعد تفدلك ولا تحكي بجد؟ لا والله نحكي بجد لا انتهيت الحصة لهنا ارجعوا الأولاد ارجعوا باش نعملوا كلمة الختام ناس نقول لك حاجة ناس ياسر مخاخها فارغة ناس ياسر ماهيش تحس معناها اللي انا حسيته وقت اللي بوتشينا ما لقيتهاش معناها هذيك تضحك والاخر خارج يضحك الشعبوي ذاك نتاع الشعبويه فهمتني قاعد يخرج يضحك من غاديك فهمتني اخو شعبوي وافتخر خليني نجاوب هذا راه وسكتني ونحي ودرسني وانا شكون ودرسني على بوتشي بوتشينا من فضلك بوتشينا اسمع عربي نوعية ليفان هذوما نعملوهم في المسرح ساعة ساعة نسميوها الكي بروكو نبداو نحكيو حكاية في الآخر تطلع حكاية شوكو مش شوكو ايزينا معز نعرفها كي بروكو نعرفها ما هل ترى شوكو مش شوكورة شوكو 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 قلت أنا نجي في خاصة هل تنكيت شي ما شمام هل ترى انه القضية اللي كان يحكي فيها معز دينيز مهمة يا خويا اسالني انا مهمة اليوم الشيك نتاع اجا نقول لك هو فما تأثير لاني انا معاه معناها هونية اما بصراحة هي الموضوع مؤثر وكل شيء اما تافه اطلعنا شي مع الصورة الموالي انا كريت ردة فعل معز اقسم بالله لطف بعيد الشرة قلت صارت قتيلة مات شكون عزيز عليه غادي خاطر لا وك ذكريات الخايبه بربي سيد الموقف خذ لي خذ لي انا قلت كذب عليها وشفت لها امراه مش تهوني جايب لنا تصويره واحده اخرى ولا انت اكثر واحده تعرف قداش يبدا انا فما حاجه تعلق الحيوان بربي لحظه يا معز 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 انا فما حاجه دي تايب بعد مو ممكن يتنرفز زميله معز يتنرفز ما تحبوش انا شغل تصويره من بعد ما كيفاش تتعدى ثبتوا فيها انا عجبتني حاجه لكونه معز مو فينو معز فهمتني فينو فهمتني فينو غزالي فينو فينو اما فينو من الصغر خاطر كي متصور فهمتني ثبتوا في يديه يديه معناتها معمول هكا معناتها كان في ناس وكل وقار الحالة تتعدى هكا وري في الحرقوس عامل حرقوس عجبتك الحنة نتاع معزينيز؟ يا حرق سوري لا ابتسام عجبتك الحنة نتاع معزينيز؟ عجبتني الحنة وعجبتني الشاشية والجبة والحرقوس ما شاء الله عليك انت قلت انا خويا طهرنا انا خويتي ثلاثة طهروا مع بعض انا باش باش نتكلم حاجة برك ريت الفيلم اللي حكاية تصلح مؤلف سيناريست كيما الافلام الاكشن تبارك الله عليك اي اخطاونا